طيب من الاخر كده يا رمضان، جاي دلوقتي عايز ايه من سيرة اتقفلت من 23 سنة؟ لا ما اتقفلتش يا باشمهندس، ما اتقفلتش. اتقفلتش يعني ايه؟ يعني يموت الزمار وصباعه بيلعب، ودي لا مؤاخذة يعني مش حيالله صباع، لا دي عروسة زي القمر، صحفية ومتصيطة وحاطة دماغها بدماغ كبارات البلد والقنوات الفضائية الكبيرة. وانت مال اهلك؟ لا ده مالي ومال اهلي وحق لا مؤاخذة اللي اتاكل عليا من ايدي 23 سنة. حاكي اللي اتاكل عليك؟ انت بتسابله ولا ايه؟ انت ناسي الفلوس اللي انت خدتها وقتها؟ ها؟ الفلوس اللي انا خدت، يعني انت بتسمي ال 20,000 اللي انا خدتهم دول فلوس يا باشمهندس؟ جرايه يا باشمهندس، هو انت لا مؤاخذه يعني حصل لك خبلان ولا ايه يا راجل طيب انت؟ لا مش طيب، الخبلان عندك انت. لو افتكرت بمخك القذر ده ان انا في الحته دي هبقى طيب يبقى غلطان. انا لا طيب ولا غلبان ولا عيني مكسورة قدام كلب زيك. لا مكسورة هندسة، عينيك اللي بتزغر لي بيها دي لا مؤاخذة يعني كسرت ومرقست قدام مني مرتين، مرة في القسم ومرة في النيابة. لا وإيه، قريت فيهم أحلى كلام. رمضان الشرقاوي، قصدك رمضان الشرقاوي بتاع ال... ايوه هو موظف الصحه اللي جوزك راح له زمان عشان لا مؤاخذه يعني. بس عرفتي رمضان الشرقاوي ده منين وازاي؟ من ورشه سياحي في الجيزه، قصدي كباريه. كباريه؟ هو انتي؟ كنت شغاله في الكباريهات وحياتي كلها كانت ماشيه شمال وفيا كل العبر، انما حبيته وربنا حبيته يا الله، وهو طبطب عليا وعدني يسترني ويتجوزني ويربي البنت اللي جبتها من الحرام. بنت من الحرام؟ هو من حظ الدكر ملحقش يوفي بوعده واتحبس في جناية تزوير خد فيها 7 سنين. أنا ماله؟ أنا ماله ومال حكايتك القذرة دي؟ قال لك إيه عن بنتي؟ قال لك إيه؟ قال لي إنها مش بنتك يا أبلة ناس. وراني شهادة الميلاد اللي ضاربها بإيده ومعاها جواب المستشفى كمان. نهار اسود، نهار اسود. مستشفى العقلي؟ هو بعينه مستشفى العقلي، هو بالظبط، بس كان فيها اسم أبوها الحقيقي مش اسم عبدالله الفلاني. هو يا أستاذ معلش التليفون بعافية شوية والصورة مش واضحة، لكن ما تقلقش الأصل موجود في الحفظ والصون والعفاف. هقتلك اقسم بالله، هقتلك وهحرق القصر ده وانا واقف فوق جثتك. ما انت قادر وفاجر وتعملها زي ما عملتها مع الواد بتاع الجيزه كده اللي غزيته ولبستها لحد تاني غيرك لا مؤاخذه يعني، وطلعت منها زي الشعره بالعجينه كده في غمضه عين. ده على اساس ان انا زيك مجرم بقى ورد سجون وثوابي وكده؟ حاشا لله يا باشمهندس، انا ما قلتش كده، بس هتبقى حبساجي ورد سجون حتى لو خدت القبض في ايديك. اللي ورايا بقى مش هيسيبك، هيلبسك الحديد بس بعد ما يودي الورق اللي معايا دي للحكومة.